باسم الذي جعل الحياة لطاعته وجعل الموت نهاية لعباده وجعل البقاء لنفسه وذاته، فهو الإله يعلم كل شيء فهو بكل شيء عليم، ولا تغفل عيناه فهو الله نادى فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ناداه الكليم موسى قائلا يا رب ألا تأخذك سنة ولا نوم، قال يا موسى إن أردت أن تعرف فأتي بقدح فيه ماء وضع القدح بين يديك وظل مستيقظا الليل نهار، ففعل الكليم موسى وفي اليوم الأول لم تأخذه سنة ولا نوم، وفي اليوم الثاني أخذته سنة من النوم فوقع القدح من بين يديه فانكسر نصفين، فناداه الملك يا موسى هكذا أنا، لو أخذتني سنة من النوم لسقطت السماء على الأرض. سبحانه رفع السماء السبع بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، لا ينازعه في ملكه إله ولا ينازعه في وجوده شيء، فهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو الله الذي بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء، أمره بين الكاف والنون، إن أراد أن يقول للشيء كن فيكون، فكل ما على الأرض زائلون وإلى لقاء ربي وملكوته راجعون. فسبحانك ربنا سبحانك، وأصلي وأسلم على المكمل والمجمل طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم المزمل والمدسر رحمة الله للعالمين. جمع الطيب الكريم مواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية والتي تقام تكريما للوالد الكريم وكيل وزارة الإسكان الأسبق بمحافظة الإسماعيلية رحمة الله على والدنا الكريم المهندس إبراهيم أحمد نصر الله، والذي جئنا نشارك أشقائه وأبنائه الأقربين مشاركة للمرحوم الحج علي نصر الله، حج جمال نصر الله، مهندس عبد الرؤوف نصر الله، أبناء الراحل الأعلام المهندس أحمد إبراهيم نصر الله، مهندس خالد إبراهيم نصر الله، ومشاركة للحج أحمد أبو راضي، أستاذ بركات خليل، الأستاذ أحمد علي نصر الله، والمهندس محمد الشبراوي نصر الله. قدم الشكر لكل من جاء من محافظة الإسماعيلية من السادة النواب ورجال الواجب، والذين جاءوا جميعا ليؤدوا واجب العزاء مشاركة لآل نصر الله الأقربين. قدم الشكر للوالد الكريم رجل الأعمال حج أيمن أبو شميس عالم الواجب، وقدم الشكر للحاج عبد الله فداوي وكل أعلام الواجب بمركز ومدينة أبو حماد وبمحافظة الشرقية جميعا. نعود لساحة العطاء، ساحة الخلود والبقاء. الذكر الحكيم، اللوح المحفوظ، الكتاب المبين، وكل شيء فيه حق، وكل قول فيه حق، وكل فعل فيه حق، وما قال الحق إلا وصدق الحق. صدق ربي فيما قال، وصدق نبينا فيما حمل الرسالة وأدى الأمانة، وصدق قارئنا في توفيق رب العالمين له.
نعيش الآن مع قائد تعلم في الجامعة والآذان له سامعة والعيون من صوته العذب دامعة، فهو القوان في صورة واقعة، صوت شيخنا عبد الناصر حرف يسكن القلوب، فهو القارئ الموهوب المحبوب، القارئ الذي قيل عنه في دولة باكستان أنه هبة الرحمن لعباد الرحمن، وقيل عنه في دولة العراق أن حرق صوته لا يستطيع الفراق، وقيل عنه في جميع دول العالم أنه قوان القلوب. فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق على متحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ إذاعة القرآن الكريم، والقارئ الذي استمعنا واستمتعنا له في الإذاعة المصرية الأسبوع الماضي، سواء فجر عبر التلفزيون أو فجر إذاعة القرآن الكريم، وحفلات كثيرة، لأنه قارئ علم ومشهور يسكن القلوب ويجعل فيها الفرح والسرور. فيا من تعيش في الظلام اسمع حرك، فإن صوته يهدي إلى النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في
رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين
صدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين ليجزي إن الله كان غفورا رحيما ليجزي ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. الله يحفظكم يا سيدي، تشرف سعيكم مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال Thank you.
وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء قدير يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فتعالينا يا أيها النبي يا أيها النبي يا ¡Gracias!
فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن الله اكبر.
يا الله ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا واعتدنا لها رزقا كريما نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ف
فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة لما بسمع عبد الناصر كل الهموم بتروح يا سيدنا الله يفتح عليك الله يفتح عليك
صلوا عليه. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى زكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله
هكذا يتلى القرآن بالدقة والإحكام والإتقان وقائم المكان والزمان العلم القرآني الإذاعي الكبير ملك المقامات وقوان فجر الإذاعة الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق قائد العالم المتميز أداء وأحكاما وتجويدا. شاكرا باسم عائلات نصر الله الأعلام إلى معالي النائب الوزير اللواء عبد الله نشيد عضو مجلس النواب وكيل اللجنة الأمنية بمجلس النواب. شاكرا إلى معالي الوزير المستشار السيد سلامة خلاص البراءات وفارس الجنايات. شاكرا أيضا باسم العائلة الكريمة عائلات نصر الله تقدم بوقية عزاء من الأراضي المقدسة المملكة العربية السعودية من المهندس عمرو عبد السلام رجل الأعمال ورجل الخير والذي جاء نيابة عن الإعلام الكبير الصحفي الأستاذ أحمد القاضي ليقدم بوقية العزاء إلى آل نصر الله الأقربين وخاصة إلى الحاج محمد الشبراوي نصر الله. قدم الشكر إلى جميع السادة النواب ورجال الواجب ورجال الأعمال وإلى نائب محافظة الإسماعيلية النائب محمد طلبة وشقيقه وإلى كل من جاء مقدما لواجب العزاء الدكتور عبد الله السجاي وإلى الحاج عبد الفار وإقائكم واجب العزاء أيضا الأستاذ ياسر جوهر وإلى أصحاب الواجب وكل من جاء مشاركا ومقدما لواجب العزاء. جمعنا الطيب الكريم شاكرين باسم العائلة الكريمة آل نصر الله الأكرمين المرحوم الحج علي نصر الله حج جمال نصر الله مهندس عبد الرؤوف نصر الله وابناء الراحل المهندس أحمد إبراهيم نصر الله مهندس خالد إبراهيم نصر الله أستاذ أحمد علي نصر الله حج أحمد أبو راضي أستاذ بركات أبو خليل مهندس محمد الشبراوي نصر الله. إلى كل من جاء وقدم واجب العزاء في هذه الليلة القرآنية وإلى جنوال الصوتيات مهندس محمد عمر الفراشة والإنارة العالمية الحاج عبد الله الحاج علي اليماني. قدم الشكر للخدمات الفندقية العالمية المتر محمود صابر والهندسة التصويرية المهندس العالمي أحمد السيد عبد الخالق قناة العمدة القرآنية والقائم على هذه الليلة القرآنية. قدم الشكر لكل من جاء وقدم واجب العزاء وأخص بالشكر السادة النواب الأفاضل نائب القنطرة ومحافظة الإسماعيلية النائب محمد طلبة وإلى نائبنا الهمام نائب أبو كبير شوقية النائب اللواء عبد الله نشير وكيل اللجنة الأمنية في مجلس النواب. قدم الشكر لكل القيادات الشعبية والتنفيذية وكل من جاء من محافظة الإسماعيلية وإلى الإعلامي الشيخ صلاح الزهيري وإلى الحاج عبد الله فداوي العمدة وإلى الإعلامي مصطفى حمدة وإلى كل من شرف المكان بوجوده في وجود ملك المقامات والقراءات والروايات الشيخ العلم الدكتور عبد الناصر حرق. قدم الشكر للمهندس محسن طلبة وللمهندس محمود عبد الخالق والمهندس محمود سويد وأقدم الشكر إلى جميع السادة النواب وأخص بالشكر معالي الوزير المستشار السيد سلامة وكل رجال الواجب جميعا ليلة تكريم رجل كريم في شهر رمضان الكريم. أسأل رب العرش العظيم أن يسكنه في نعيم من نعيم الجنة.